السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا اليوم والخامس عشر من شهر صفر من عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبه نبدأ في مدارسة كتاب من الأصول الحديثية من الكتب الستة، وهي الأصول الستة أو الكتب الستة، وهي البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة. ونتدارس في هذه الجلسة سنن النسائي، وهو يعتبر من الأصول الحديثية في الإسلام. معنا الإمام النسائي رحمه الله. وقبل أن نشرع في مدارسة هذا الكتاب العظيم الجليل، نتحدث عن مدخل لابد منه فيما يتعلق بهذا الكتاب سنن النسائي. مؤلف هذا الكتاب هو الإمام الحافظ الثابت شيخ الإسلام ناقد الحديث أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ابن علي بن سنان بن بحر الخراساني، إذن فهو من خراسان، النسائي القاضي الحافظ، لأنه تولى في ذلك العصر قضاء مصر وحمص. وقد ولد بنسا في سنة 15 و200، في 15 و200 سلام 215، كما جزم به الذهب والسبك وغيرهما. وهذا الإمام النسائي رحمه الله تعالى ورد ما يدل على أنه بكر في طلبه للعلم وتحصيل العلم، كما هو المعروف من منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنهم يبكرون في طلب العلم. فمن دون عمة أظفاره كان يطلب العلم رحمه الله تعالى، فقد قال عن نفسه: رحلتي الأولى إلى قتيبة، يقصد قتيبة بن سعيد الباهلي، كانت في سنة 300، قمت عنده سنة وشهرين. وهذا يعني أنه هذا الإمام النسائي ارتحل إلى قتيبة بن سعيد وهو ابن 15 سنة. طبعا هذا الرحلة في طلب العلم في هذا السن المبكرة دليل على تميز هذا الإمام النسائي، ولذلك حق أن يكون كتاب النسائي هو ثالث الكتب الستة أو رابع الكتب الستة. ولهذا اشتهرت رحلاته العلمية، كما قال ابن عساكر: طاف البلاد وسمع بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام والجزيرة من جماع يطول ذكرهم، قد ذكرنا روايته عنه بتراجمهم. وقال الذهبي رحمه الله تعالى عن النسائي: جال في طلب العلم في خراسان والحجاز ومصر والعراق والجزيرة والشام والثغور، ثم استوطن مصر ورحل الحفاظ إليه ولم يبقى له نظير في هذا الشأن. إذن هو رحل في سن مبكرة رحمه الله تعالى. ويقول السخاوي رحمه الله تعالى عن الإمام النسائي: وارتحل رحمه الله الرحلة الواسعة الجامعة، وسافر في الطلب والجمع للبلاد الشاسعة، وطاف البلاد العلو والإسناد. وقد استمرت رحلات الإمام النسائي رحمه الله حتى بعد أن اشتهر بإمامته في الحديث. والبلدان التي ارتحل إليها أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تشمل دولا وأقاليم كثيرة، تبدأ من تركمانستان شرقا وتمر بأفغانستان وإيران والعراق من جنوب إلى شمالها، والحجاز إلى مصر غربا، كما أنها تمتد إلى الشام وجنوب تركيا شمالا. وهذه هي ولفاظ البلاد شاسعة، وتعرفون صعوبة السفر في ذلك العصر، وهي تكون على الإبل أو تكون على أقدام. ومع ذلك سار هذه المسيرة الطويلة وقطع تلك البلاد الشاسعة هذا الإمام أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن، وتجشم قطع مفاوز تلك البلاد، ولا يتجشم تلك أو مفاوز ولا يتجشم قطع مفاوز تلك البلاد إلا من على الله همته، فهو من أصحاب الهمة العالية رحمه الله. هذا النسائي رحمه الله صاحب السنن له شيوخ كغيره وله تلاميذ، فقد أخذ العلم النسائي عن شيوخ كثير، عبر عن كثرة من الحافظ المزي صاحب تهذيب الكمال طبعا.
بقوله عن النسائي سمع بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام والجزيرة من جماعة طول ذكرهم، قد ذكرنا روايته عنه في تراجم من كتابنا هذا، يقصد تهذيب الكمال. والابن حجر كذلك يقول عن النسائي سمع من خلائق لا يحصون. والنسائي رحمه الله له رسالة ذكر فيها مشايخه وهي مطبوعة بعنوان تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي الذين سمع منهم. وعدد شيوخ النسائي كما ذكر أهل العلم 196 شيخا، 196 شيخا. وأجمع من جمع شيوخه والحافظ بن عساكر بالمعجم المشتمل، وقد ذكر في 44 و400 شيخ، 444 شيخ لهذا الإمام النسائي رحمه الله. إذن كانوا على علو همة رحمهم الله تعالى. وعدد شيوخه في المجتبى، المجتبى أو المجتنى، هذا اسم من أسماء النساء سنة النساء التي سنتدرسها إن شاء الله، لأنه يسمى بالسنة الصغرى ويسمى بالمجتنى كما سيمر بنا إن شاء الله في الفكرة عن الكتاب، ويسمى بالمجتبى وهكذا يعني المنتقى. فعدد شيوخ بالمجتبى 35 شيخ و300 305 شيخ. وعدد شيوخ في السنة الكبرى، السنة الكبرى أيضا مطبوعة، سنة النساء الكبرى مطبوعة، والسنة الصغرى التي الآن بصدد الحديث عنها ومدرستها إن شاء الله، أسأل الله أن يتمها على خير يا رب العالمين. السنة الكبرى أكبر من الصغرى، حتى قال بعضهم أن السنة مأخوذة من السنة الصغرى التي نتدرس الآن مأخوذة من الكبرى، وكلا الكتاب المطبوعين مطبوعان. وعدد شيوخ في السنة الكبرى الذين لم ترد لهم رواية في المجتبى يعني في السنة الصغرى 112 شيخ، فيصبح مجموع شيوخ النسائي 47 و400 شيخ، يعني 447 شيخا لهذا الإمام الجليل النسائي رحمه الله تعالى. أشهر مشايخ الإمام النسائي إسحاق بن راهويه توفي 38، قتيبة بن سعيد البهلي طبعا توفي 40 و200، أحمد بن منيع الحافظ صاحب المسند توفي 44 و200، عثمان بن أبي شيبة الحافظ صاحب المسند التفسير توفي 39 و200، وهناد بن السري توفي 243، وهارون الحمال الحافظ توفي 243، وعمر بن علي الفلاس الحافظ الإمام توفي 249. وأيضا من شيوخ الإمام النسائي الإمام أبو داود صاحب السنن، صاحب السنن الذي هو أحد الكتب الستة المعتمدة، أصول الحديث الكتب الستة المعتمدة. فمن شيوخ النسائي الإمام أبو داود صاحب السنن، السجستاني صاحب السنن توفي 75 و200، أبو زرع الرازي من مشايخ عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد توفي 64 و200، وأبو حاتم الرازي محمد بن ليس توفي 77 و200. وروى القرة عن أحمد بن نصر النسابوري المقري وأبي شعيب صالح بن زيد السوسي. وروى الفقه أيضا النسائي روى الفقه عن يونس بن عبد الأعلى والربيعين، وهما الربيع بن سليمان بن داود الجيزي قال السب كان رجلا فقيها صالحا روى عن الشافعي، وكذلك الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي صاحب الشافعي، وراوية كتبه والثقة الثبت فيما يروي وغيره من أصحاب الشافعي. وأخذ كذلك الإمام النسائي رحمه الله عن أصحاب الإمام أحمد، ومنهم ابن عبد الله بن الإمام أحمد، وعن بعض أصحاب مالك. إذن كل شيوخ الإمام النسائي شيوخ عظماء كبار لهم ثقلهم في العلم من السلف رحمهم الله. وهذا الإمام النسائي صاحب السنن الذي نحن بصدد الحديث عن سننه إن شاء الله، له تلاميذ كما لغيره من العلماء تلاميذ، فمن تلاميذه أبو بشر الدولابي وأبو جعفر الطحاوي، وكذلك أشهر التلاميذ طبعا أذكر ولهم كثر أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، وذكر الحافظ المزي منهم عددا كثيرا، وقال الذهبي وخلق كثير. وهذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أثنى عليه العلماء، وحق للعلماء أن يثنون عليه، لأنه قد حاز قصب السبق في طلب العلم والهمة العالية في طلب العلم، وجاب البلدان وقطع الأرض شرقا وغربا وقطع المفاوز في سبيل تحصيل العلم. فأبو أحمد بن عدي الحافظ يقول سمعت منصورا الفقيه وأحمد بن حمد بن سلمة الطحاوي يقولان أبو عبد الرحمن النسائي إمام من أئمة المسلمين. والحاكم أبو عبد الله الحافظ يقول أخبرنا أبو علي الحافظ أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي الإمام في الحديث بلا مدافعة. وأبو الحسين محمد بن مظفر الحافظ يقول سمعت مشايخنا بمصر يعترفون بأبي عبد الرحمن النسائي بالتقدم والإمام، ويصفون من اجتهاد في العبادة بالليل والنهار ومواظبته على الحج والاجتهاد. وقال حمزة بن يوسف السهمي سئل الدارقطني
إذا حدث أبو عبد الرحمن النسائي بن خزيمة بحديث أيما تقدم، ابن خزيمة صاحب الصحيح طبعا، صاحب ابن خزيمة، فقال أبو عبد الرحمن بأنه لم يكن مثله ولا أقدم ولا أقدم عليه أحدا، ولم يكن في الورع مثله، لم يحدث بما حدث باللهيعة، وكان عنده عالي عن قتيبة، يعني أن النسائي رحمه الله لم يحدث عن عبد الله بن اللهيعة الذي تكلم العلماء في روايته. وقال الدارقطني أيضا كان أفقه مشايخ مصر في عصره وعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار وعرفهم بالرجال. وقال المزي رحمه الله عن النسائي، ألقى النسائي قال القاضي الحافظ صاحب كتاب السنن وغير المصنفات المشهورة أحد الأئمة المبرزين والحفاظ المتقنين والعلماء المشهورين. وقال الذهبي عن النسائي الإمام الحافظ الثابت شيخ الإسلام ناقد الحديث، وكان من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصر ونقد الرجال وحسن التأليف. وقال أيضا الذهبي ولم يكن أحد في رأس الثلاثمائة أحفظ من النسائي، هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله مسلم ومن أبي داود من أبي عيسى طبعا الترمذي يقصد، وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة. يعني قارن الذهبي رحمه الله تعالى النسائي بالبخاري وأبي زرعة، وكلاهما إمامان معتبران لهما قدم راسخة في العلم. وقال عنه السبكي، يعني أن السبكي قال عن النسائي صاحب السنن، قال الإمام الجليل عبد الرحمن النسائي أحد أئمة الدنيا بالحديث المشهور اسمه وكتابه. وقال عنه ابن كثير الإمام في عصره والمقدم على أضرابه وأشكاله وضلال دهره. طبعا ثناء العلماء على الإمام النسائي صاحب السنن كثير جدا، يكفي هذا. هذا النسائي رحمه الله ترك للأمة مؤلفات أكثر من مؤلف، فمن مؤلفاته السنن الصغرى ويسمى بالمجتبى ويسمى بالمجتنى، وهو الذي نحن بصدد الحديث عنه إن شاء الله في جلسات قادمة. ولهم المؤلفات السنن الكبرى، السنن الكبرى وهي مطبوعة بعدة تحقيقات، وكذلك له التفسير. وهل هذا التفسير الذي ألفه النسائي رحمه الله أبو عبد الرحمن النسائي، هل هو مؤلف مستقل أم من جملة السنن الكبرى؟ يظهر من كلام الذهبي أنه مؤلف مستقل عن السنن الكبرى، فقد قال وله كتاب التفسير في مجلد. وأما الكتب التي اعتبرها داخل في السنن الكبرى فقد صرح بذلك عند ذكرها، فقال وأما كتاب خصائص علي فهو داخل في سننها الكبير، وكذلك كتاب عمل اليوم والليلة وهو مجلد، لأن له أيضا كتاب اسمه عمل اليوم والليلة النسائي، هم من جملة السنن الكبير في بعض النسخ. صرح جمع من الحفاظ بأن تفسير النسائي من جملة السنن الكبرى، ومنهم الحافظ بن عساكر وابن خلال الشبيلي والمزي وابن كثير وغيرهم. ولهم المؤلفات خصائص علي، يقصد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو مطبوع منفردا وضمن السنن الكبرى، وهو جزء منها كما سبق في كلام الذهبي. أيضا النسائي رحمه الله تعالى لهم المؤلفات عمل اليوم والليلة، وهو أيضا مطبوع منفرد وضمن السنة الكبرى، وهو جزء منها في بعض النسخ، وقد سبق كلام الذهبي هذا. أيضا النسائي رحمه الله له كتاب اسمه فضائل القرآن، يتحدث عن فضائل القرآن وما رد في ذلك من الأحاديث عن فضائل القرآن، وقد طبع منفردا وأيضا كجزء من السنة الكبرى للنسائي. أيضا النسائي رحمه الله تعالى له أكثر من مؤلف ذكرها مترجموه. وقد توفي هذا الإمام الجليل الإمام النسائي رحمه الله تعالى، توفي في عن 88 سنة، وذلك سنة 333 من الهجرة، يعني 3 من الهجرة و300، يعني 303 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. اختلف في موضع وفاة الإمام النسائي صاحب السنن، فقيل في مكة ودفن بمكة، وقيل توفي بفلسطين ودفن بفلسطين. وهذا الكتاب للإمام النسائي رحمه الله تعالى يعني سار في كتابه السنن على منهج كما سار غيره على منهج، فالإمام البخاري مثلا سار في كتابه الصحيح على منهج، والإمام مسلم سار في كتابه على منهج اتبعه، وكذلك الإمام أبو داود. وقد الإمام أبو داود أيضا كما تقدم في مجلس آخر في تعليقه على سنن أبو داود في مجلس آخر في شرح سنن أبو داود، أنه ذكر أبو داود منهجه في سننه في رسالته إلى أهل مكة. وكذلك أيضا النسائي له طريق له منهج سنذكره إن شاء الله فيما بعد بإذن الله. وكذلك الترمذي له منهج سار عليه في سنة الترمذي، وكذلك ابن ماجه له منهج سار عليه، وهكذا دواليك. فكانوا الأئمة رحمهم الله تعالى على هذا المنوال. إذن الآن الوقت يداهمنا، فنقف الآن على ما يتعلق بعدما تحدثنا عن ترجمة هذا الإمام الجليل الإمام أحمد بن شعيب النسائي
أبو عبد الرحمن المتوفى سنة 303 من الهجرة، وهو كتابه أي السنن، ويسمى بالسنة الصغرى ويسمى بالمجتنى ويسمى المجتبى. تحدثنا عنه تقريبا على جهة الاختصار. سنتحدث إن شاء الله في جلسة قادمة، جلسة علم قادم إن شاء الله، عن وصف هذا الكتاب الذي ألفه هذا المؤلف، وكم عدد أحاديث الكتاب وأبواب الكتاب والطريقة اللي سار عليها وشروح الكتاب إلى غير ذلك من الباحث المهمة بإذن الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت من عداء الحاسدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجدام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلايا ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، انصر به دينك وعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهدي لما تحب وترضى. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.